صباح الخير يا سوز. اهلا يا ست معتز. ايه ده؟ هو ونيس لسه مصحيش؟ صحيته وبيلبس هو وعفاريته. عفاريته؟ ازاي يعني؟ اه ربه 100 عفريت. اه اكيد عشان سفر ولاده. انتوا قولي نقالكوا في الشقه الهباب دي؟ ما انت كنت قاعده مع ابن عمك. بدل ما هو ماشي يكلم نفسه في الشقة طول الليل. تعالي يا بنتي نفر معاه. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الإشراق، صباح البهجة. ونيس ده كويس؟ انت شايف ايه؟ ايه؟ شايفاني مهزوم؟ شايفاني منكسر؟ ابدا. يلا يلا بنات يلا سيبكم مني وركزوا في الفول. يلا بسم الله. الو ايوه جهاد انا مش فاضي. باي باي. طيب يا بابا ما دام انت فرحان كده مع ان حضرتك مشغول ممكن تيجي تحضر معايا بروفتي الاخيره مع الفرقه في الفندق؟ طبعا طبعا يا ياسمين هحضر هسمعك. ايوه عز الدين انا مشغول. باي باي. جرى ايه يا ونيس؟ في ايه؟ ما تتكلم مع اولادك. ما انا بتكلم مش برد عليهم واقول لهم انا مشغول. ايوه شرف الدين باي باي. وتقول لي متفائل واشراقه وبهجه وانت واخد موقف من ولادك وموقف عنيف كمان. كلهم عايزين يشربوني وفي لحظه الكل عايز يهاجر. هاي عند الله حديدي 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 قبل ما تقولها لي. اه ايه فعلا؟ اه كويس. هاي اه ماشي ماشي عند الله. لا اتكلم قول قول. طبعا انا فاضي. قول اللي انت عايزه. بجد؟ هاي كويس ماشي. ايه الحض؟ لا انا مشغول. باي باي. ايه في ايه تاني؟ عبد الله بيقول ان هو اتجوز برومه وهيروح يقضي شهر عسل اسبوع واحد. كويس انهم مش مهاجرين. بس انا قلت له ايه؟ أرهنك انك هتتجوز برومه. ايوه بس انا مستحمل جنان عبد الله بالعافيه. هستحمل جنانهم الاثنين هو برومه؟ طب ما تعمل زي عبد الله يا ونيس. اعمل ايه؟ اتجوز برومه؟ لا انا قصدي يعني تاخد اسبوع ترتاح فيه في اي حته. مش هرتاح مش هرتاح يا معتزه. انا هكمل بولادي او من غير ولادي انا هكمل. المره دي مفيش تراجع يا عز الدين. اذا سافرنا هنبدا حياتنا من جديد. أنا كمان مش عايز أعمل مشكلة مع بابا. ده مش عايز يرد عليا. هيزعل شوية وبعدين هيقتنع. بابا شايف كل حاجة وعارف إن الصورة ما اختلفتش. الأسباب اللي مخليانا كنا عايزين نهاجر ما انتهتش. بالعكس ده يمكن تكون زادت وتخوف أكتر. أنا كصحفية معرفش مصيري هيبقى إيه. هل فعلا هيبقى فيه ديمقراطية؟ كله مضبب ومش واضح. احنا بنكبر وولادنا بيكبروا هنستنى لما يتطوروا التعليم؟ ده بيتكلموا فيه بقالهم 60 سنة. لو الكلام اللي بيتقال عن تطوير التعليم دلوقتي اكتر من اللي اتقال في 60 سنة محدش قالنا يتطور ازاي. مش عارف يا حورية الخطوة اللي احنا بنفكر فيها دي صح ولا غلط. تاني يا عز الدين لحقنا نتراجع. لو تحبي ياسمين تهاجر معانا انا ما عنديش مانع. بالذمة ده عقل تفكري بيه؟ ده سبب بيخلينا نسيب البلد ونطلع بره؟ ما هو بره برضه هنلاقي مجبوره ورابحه ومستوره بس نسخه اجنبي. انا خايف يكون ده هروب تخلي عن مسؤوليتنا زي ما بابا قال. ليه؟ هو مش فند لنا كل المشاكل اللي في البلد والانفلات والسلبيات قدامنا كلنا؟ مظبوط
بس ده علشان يخلينا نرجع اللي اتربينا عليه ونشتغل. هنرجع يا عز الدين، بس نسافر بره ونشتغل، ولما مصر حالها يستقر وتتعدل نبقى نرجع. طب ومشروع العشوائيات والناس اللي عايشه ميته؟ ما نموتش معاهم، نخرج نعيش ونساعدهم من بره يعيشوا. انا ما خلفتش غيرك هدى، مش عشان قعدتك، انا ما خلفتش غيرك. انت فيها حاجات كتير مني، عندك الانتماء للعيله وانتماء للوطن، عشان تعرف ان انا مديك جوهره. خليك مع بنتك، ما تقلبش عليا انا. جرى ايه يا ونيس؟ ما تخلي بالك، انت دلوقتي بتمدح في هدى ونادر، مش بتعاقبهم وبتعمل لهم طابور. لا يا امي، لا عاقبهم ده ايه؟ بالعكس، تاريخ بيعيد نفسه. البيت دي والواد ده الوحيدين اللي رفضوا يهاجروا ويسيبوا البلد، انما اخواتها باعوا كل شيء. بابا يا حبيبي، اخواتي متلخبطين زي اي حاجه في البلد، دلوقتي بيقولوا هيهاجروا وبعد كده هيرجعوا تاني ويقولوا لا ما يصحش، وكل مره يبقى في تبرير. خلاص انا ماليش دعوه بيهم، انا عشان كده انا هكمل بيكو، انتوا معايا. طبعا يا انكل، انا لولا بابا وماما عايشين هنا انا كنت هاجرت. ربنا يبارك لك. كنت يا ولا؟ ايوه كده، اظهر وبان عليك الامان يا العبان يا ابن نزيه واحسان. انت نسيت لما وقفتهم قدامك وقعدت سودت الدنيا في وشهم اللي بيحصل في البلد؟ ايوه كنت بفوقهم، لان سلبيتهم كانت جزء من المشكله. النهارده خلاص هنبدا، لازم نحل اكبر مشكله بتواجهنا، 1221 منطقه عشوائيه. وبالمناسبة دي بقى يا بابا، أنا هنزل أصور كذا منطقة عشوائية في القاهرة، وهنعمل تقرير عن المناطق الغير آمنة. برافو برافو، يلا جود لك. ونيس، أنا مش عايزاك تتضايق، اللي أنت بتعمله ده صح، سيب ولادك يعملوا اللي هم عايزينه وكمل أنت. ده اللي هيحصل، أنا هخليهم يندموا إن هم ما اشتركوش في أهم إنجاز لهذا الوطن. طيب انا رايح بقى اعدي على الباشمهندس حسين، اصل انا طلبت منه انه يضع تصور للمباني والمنشآت في اول مدينه سكانيه للعشوائيات. طيب لو محتاج اي فلوس انا معايا فلوس كتير، مش عارفه اعمل بيها ايه والله. تصور انك خنقتيني وخلتيني اكره الفلوس اللي معاكي. انا نفسي كرهاها يا ونيس، انا كرهاها بصراحه، مش لايقه عليا. انا عندي في دماغي مليون فكره عشان اصرفها، بس ولا فكره عجباني. بالعكس، دي فكرة جديدة جدا، ده انت حاطة حلول هندسية متوافقة مع البيئة. ده تصور مبدئي يتعرض على مجلس الأمناء وناقشوا معاه. قولي لي صحيح يا شهيرة، هو انت وافقتي تشتغلي معايا في الشركة عشان مشروع العشوائيات؟ تفتكر في سبب تاني؟ ايوه، يعني ممكن يكون اقتناعك بالشركة. أكيد أكيد قناعتي بالشركة وإدارتها خلاني أوافق. أيوة بس أنت ليه رافضة تاخدي مرتب؟ علشان معتبر مشروع العشوائيات ده تبرع. وبعدين مين قالك يا باشمهندس إني مش هاخد منك مرتب؟ أنا هاخد منك مرتب وأتبرع بيه للمشروع. إزيك يا باشمهندس حسين؟ أهلا يا أنكل. أنكل في عينك، قاعد تسبل لموظفة شقراء وبتضيع وقتك وسايب الرسومات اللي طلبتها منك. اهدى يا رامل، الرسومات الأولية جاهزة. بس يا اختي، بس هتبوظ الشركة للراجل، مش ممكن. معقولة؟ انت شهيرة؟ انت هنا موجودة في مكتب الباشمهندس حسين؟ هي شهيرة بتشتغل معاك هنا في المكتب يا باشمهندس حسين؟ اه يا انكل. ايه خص؟ انكل في عينك؟ ازاي؟ ازاي انا ما اعرفش؟ انت خدتي رايي يا شهيرة؟ معقولة اخد رأي رمل، قصدي انكل ونيس، اللي انا متأكدة انه بيحب الباشمهندس حسين؟
وانا قبلت ان هي تشتغل معايا بس عشان انا اعرف ان شهيره تهمك. هي دي المشكله يا حسين، انا لا ضدك ولا ضدها، بس انا ما احبش، انا ما احبش حد من طرفي يشتغل مع حد من طرفي، لان الطرفين ممكن يحصل بينهم مشاكل ونرجع نعيط تاني. اطمن يا انكل ونيس، انا مركزه في العشوائيات. والله يا ترى الباشمهندسين مركز في ايه؟ في نفس المشروع طبعا. والله طيب على خيرة الله، ربنا وفق الجميع. ممكن بقى نشوف الرسم اللي على اصوله، قصدي الرسم اللي على الترابيزة. اتفضل. طب ما نشوف الاول الامور هتوصل لايه وبعدين نقرر. توصل لايه دي باينة، انما توصل ازاي هي دي بقى اللي غامضة. ازاي دي بصراحة هي اللي تخوف، انا مش قلقي غير الانفلات الامني. وهو ده اللي خلاني افكر امشي، وكل شوية كنت اقول زي ما جهاد قالت يمكن الامور تتصلح. انتوا كلكوا اشتركتوا في اللي بيحصل، ودلوقتي كلكوا بتفكروا تهربوا. انا بالذات ما اقدرش اغزل بابا، ده هو الوحيد اللي وقف قدامنا كلنا وشرح البلد رايحه فين. طب ما هو بدا يصلح. صلح ايه ولا ايه ولا ايه، يصلح في حته تبوظ من حته. يبقى انت فقعت الزومبا عند ماما شاكيره عشان تبوظ مشروع العشوائيات وما نشتركش فيه. صح، بدليل ان هو اول واحد فكر في موضوع الهجره وبيقنعني بيها، يا اما هيسافر لوحده. يا اخوانا يا اخوانا، انا معتبر انكل ونيس معلمي وقدوتي. فعلا كان عنده حق لما قال ان الناس اتغيرت، في ناس كويسه كتير بس اللي باين هم الوحشين، عقلهم وسلوكهم وجشعهم. لازم يهربوك من اي بلد. طب ما نعمل حل وسط ويبقى عملنا اللي علينا، نساعد في مشروع العشوائيات ده لغايه اول مدينه وغيرنا يكمل، وبكده ما يتقالش علينا اننا انانيين. انت حرين، بس في كل الاحوال هيتقال. الناس دلوقتي بقت هوايتهم القيل والقال.
غم في الجو له رنة، سمع الطير بكى وغنى. اكسلنت، هايلة هايلة، برافو يا حبيبتي يا مشرفاني. وتقولوا لي هو هو ده ايه؟ ده انتوا اساتذه، انتوا فعلا اساتذه. انا ونيس ابو الفضل جد الله عويس عبد الحق المحامي. شو تيت، هي دي الاوركسترا؟ حتى انتوا زي بتوع المزمار عملوها معايا قبل كده. شكرا، انا جاي للدفاع عنكم، دفاع عن المواهب الحقيقيه، وكمان الاستعانه بيكم علشان تشتغلوا معانا في انقاذ المناطق العشوائيه. والله يا بابا كلنا فكرنا في كده مع بعض، نعمل حفلات في كل المحافظات والدخل هنتبرع بيه. وانا هقدمكم في البرنامج بتاعي. معقوله؟ معقوله يا هدى؟ انت جايه من الصبح ومتزوقه ولابسه عشان تقولي الكلمتين دول؟ ما انت يا تقولي كلمتين يا تقفلي الباب يا تفتحي الباب. معقول الكلام ده؟ معقوله؟ كنت تعمليها النهارده، هاتي كاميرا معاكي وصوريهم. وبكده انكل ونيس قفل مكتبه وهيشتغل في العشوائيات، وكمان هيبقى متعهد حفلات اضواء المدينه. لازم نعرف مساحه المدينه قد ايه عشان نعمل لاندسكيب ونوزع عناصر المنشآت. انا فاهم، بس احنا نحط تصور للمساحه المطلوبه لمدينه سعه 3500 وحده، يعني احنا بنتكلم تقريبا من حوالي من 60 ل 80 فدان. خلاص اوكي، يعني اعمل التصور على كده. اه طبعا، بس ده هيبقى تصور اولي لحد ما نعرف الارض موقعها فين، وهل هي مستطيله ولا مربعه ولا شكلها الهندسي ايه. بالمناسبه انا ملاحظه انك مش حاطط لا صوره ابنك ولا مراتك في المكتب. علاقتنا ما تسمحش ان انا احط صورتها، اهملت في ابنها وسابته لوحده في سويسرا وادمن مخدرات، وكانت نهايته ميت في الشارع. انا اسفه، انا ما اعرفش الموضوع ده. اللي كنت اعرفه انك لا بتسال عليها ولا على ابنك. انا ما انكرش ان انا كان ليا اخطاء، بس هي ولا حاولت تصلحها ولا تصلح من نفسها. الو، ايوه انا شيراز. مين؟ اهلا يا استاذ محمود. لا عارفه عارفه طبعا، معقوله مش عارف مدير فرع البنك بتاعي؟ لا والله، ده انت على بالي على طول. ما انت عارف انا مشكلتي في حياتي فلوسي اللي في البنك، مش عارفه اعمل بيهم ايه. اه والله انا كنت عايزه اجي لحضرتك حتى اخد رايك. افندم؟ لا ما مضيتش اي شيكات. لا اخر شيك مضيته اللي هو التبرع ب 100,000 جنيه لحساب العشوائيات 3 4 3 3. ما لسه بقول لحضرتك انا مش عارفه اتبرع ولا اعمل بالفلوس ايه، والله بفكر اتبرع بيهم كلهم. افندم الشيك بتوقيعي انا؟ لا متشكره طبعا، حضرتك ما صرفتوش ومتاكد مني. اللي معاه الشيك ده قدامك اسمه ايه؟ أدري رأفت حسنين؟ لا معرفوش، أكيد في حاجة غلط. خليه عندك بس حضرتك، وأنا جايلك البنك حالا. مفيش مبرر أبدا للاستعجال، اللي ربنا كاتبه هيحصل. ونعم بالله، أنا ما كنتش متخيل أبدا إن في ناس زي حضرتك بيبصوا للناس الغلابة. بجد يا أستاذ ونيس، مشروع العشوائيات ده كبرك في نظري جدا. شكر شكر عباس، كل واحد فينا ليه دور فيه. وانا اول واحد، انا مهندس، ارجوك استفيد مني. بس احنا محتاجين فتره تثبت فيها انك طفت قبل ما تشتغل. جرينتر، وانت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ معقوله؟ احنا عايزين اللي زي عباس ده ياخد ثقه في نفسه، نديله ثقه في نفسه ونخليه يندمج معانا. شيراز ربنا يكرمها كانت عايزه تديني مبلغ اعمل بيه مشروع صغير، خصوصا يعني ان مراتي وولادي هيرجعوا اخر السنه دي ان شاء الله. بس انا برضو يا استاذ ونيس عايز اخدم في المناطق العشوائيه، المناطق اللي انا عشت فيها وحاسس بعذابهم. ده هايل، بس مفيش مانع برضو تعمل مشروعك الخاص وتشتغل معانا، ويبقى زياده الخير خيرين، وخصوصا ان شيراز مش عارفه تودي الفلوس فين. مسكينه والله، مسكينه شيراز فعلا، دي مساله بتؤرقها جدا. صباح الخير.
اهلا اهلا، انا شراز. تعالي، احنا لسه كنا في سيرتك حالا. ده انا اللي لسه كنت في سيرتك، اصل انا عديت على البنك بتاعي، انت عارف انا في حسابي 2,400,040 جنيه. ربنا يزيدهم يا شراز. متشكره يا عباس. عباس معقوله تتضايق لما تقول ربنا يزيدهم وتدعي لها دعوه زي دي؟ بتتضايق، هي ما بتحبش الفلوس، ما بتعرفش تصرفهم في ايه. لا عرفت. اصل انا انا اصلا رحت البنك ليه؟ في واحد اسمه ادري رافض حسنين مقدم شيك في البنك بمبلغ كبير قوي انا ماضي عليه. انا مش مرتاح لك، تصوري انا مش مرتاح لك. وانت طلعت له شيك ولا اعرفه؟ بس هو بيقول انه يعرف عن بي سليمان، فانا بقى كلمت الاستاذ حمدي المحامي قلت له يجي بقى عشان يشوف ايه شغل البلطجيه ده. المهم خلصيني، حصل ايه؟ لا ما تقلقش يا ونيس، ما تقلقش خالص، المشكله اتحلت وكل واحد راح لحاله. راح لحاله؟ ومين بقى فيكو اللي راح لحاله بالفلوس؟ ليه كده يا ونيس؟ ليه؟ انا بقول لك مشاكلي اتحلت، كان عندي مشكله اتحلت. اصل انا الراجل اللي روحت قابلته في البنك ده حتة راجل رهيب الراجل ده ايه بقى؟ مقدم، واخد بالك، جاي البنك كده مع عقد متوثق في الشهر. رهيب، مع عقد متوثق في الشهر العقاري. خلصنا، عرفنا الشهر العقاري. وكان لابس حتة بدلة لا يمكن تنم عن هذا الشيك اللي في ايده. ما علينا ما علينا، انا قعدت، المدير قال لي تعالي حضرتك قعدت تشربي قهوه، قلت له لا انا مش عايزه قهوه عشان انا القهوه انا مش مشكلتي، مش مشكلتي في القهوه، خلصيني. انا مع الشيك اللي مع الراجل اللي لابس بدله مش ماشيه متوثقه معاه، اتفضلي. بيقول ايه بقى؟ ان انا جاي معايا، اتفضلي العقد اهو، عقد متوثق في الشهر العقاري اهو، اتفضلي حضرتك شوفيه. العقد ده يلزمه بالتسويه بين الشركاء. طب ايه بقى التسويه بين الشركاء دي؟ فسالت حضرتك يعني قصدك ايه؟ قال لي يا حضرتك الاستاذ سليمان اللي هو عم الله يرحمه، ما انت عارفه، مش انت قابلته؟ مش انت قابلته معايا؟ شفته. فاكره. بس انا النهارده افتكرته جامد يعني. المهم فقال لي عمك اتفق معانا بالتسويه بين الشركه، وده العقد الموثق قدام حضرتك اهو. فالعقد ده بيقول ايه؟ ان عمك كان هيدفع لنا مبلغ الدين، واخد بالك؟ واحنا بقى ايه، نفسخ العقد. وفعلا بصيت على الشيك. لقيت ايه بقى؟ لقيت فعلا مكتوب رقم، ومكتوب المبلغ، ومكتوب اسم الموقع اللي هو انا. اللي هو انا. شراز. حقيقي. وانت وقعت عليه؟ بالقطع توقيعي. انا وقعت عليه ده بالقطع توقيعي طبعا. ما انا افتكرت بقى، انا افتكرت عمي سليمان قبل ما يموت. انت فاكر؟ فاكر قبل ما يموت اما كان اما كان بيسحب مني كل شويه شيك ب20. يلا 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 شيك ب30. يلا يلا شيك ب. اسكت. انا بقى لما رحت البنك النهارده كميه باعه متكاملين، واحد قاعد يقول اعمل ايه تحت ملوش دعوه باي حاجه. معقوله انت دخلت البنك؟ ماليش جواب، ماليش علاقه بالمتجولين. انت دخلت البنك جوه عملتي ايه؟ وصليني. انا بقول لك عمي لما كان بيقعد يقول لي هاتي شيك ب20، هاتي شيك ب10، هاتي شيك، فجي مره قال اليوم ده فظيع لما قال لي اكتبي لي شيك على بياض، واخد بالك؟ كفايه يا ونيس، كفايه يا ونيس، مش قادره والله. انا بضحكك؟ ها كملي، وصليني للنهايه. طلب مني شيك على بياض، واخد بالك؟ فانا قلت بقى ده زي اخواته الشيك ده، رحت كاتبهوله على بياض، واخد بالك؟ تصدقي تصدقي ان ضحكك ده مش هيخيل عليا؟ انا اصلي مغرم قوي بنهاياتك، اديني بقى النهايه. انا حاسس ان النهايه غم. ابدا ابدا، عمي ساب لي 3,180,000، سددت اللي عليه للراجل وساب لي الباقي، كتر خير. كتر الف خير، ومش عايز اعرف الباقي يا ماما، خلاص. والشيك ده بكام؟ بلاش اسالها دلوقتي، بلاش. لا استنى بس، انا كان عندي في حسابي 2,400,000 و40 جنيه. جاية الراجل جاب الشيك النهارده. جاية ايوه، فضل لي 40 جنيه.
أنا ارتحت. حسبي الله ونعم الوكيل. بس مش عارفة تفتكر يا ونيس هعمل ايه باربعين جنيه؟ هعمل ايه باربعين جنيه؟